مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم مرة أخرى، ويزال الحديث مستمرا. الحقيقة نوهنا في بداية حلقة اليوم عن أنه في فقرتين، فقرة منهم ترتبط بالأمن القومي المصري، وربما من أهم ما يمس حياة المواطن في مصر، وهو الأمن الغذائي. الأمن الغذائي هو مفهوم وضع علشان خاطر الحفاظ على أن تكون الاحتياجات الأساسية للمواطن من غذاء دائما مكفولة وموجودة في أوقاتها المناسبة بالكميات المناسبة، وأن تصل للمواطنين أيضا بالشكل والسعر المناسبين. هذا هو الموضوع الذي سوف نتحدث فيه. والحقيقة يسعدني ويشرفني أننا أستقبل هنا في الاستوديو ضيفية الأستاذ كمال جابر، مدير عام التموين والتجارة الداخلية في وزارة التموين. أهلا بحضرتك أستاذ كمال. وكمان الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. ازيك يا دكتور؟ اهلا، منورين، صباح الخير. طيب هبتدي بس باستاذ كمال عشان خاطر نتعرف الى مفهوم الامن الغذائي والاستراتيجيه التي وضعتها الدوله ممثله في وزاره التموين من اجل توفير الامن الغذائي للمواطن المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. وزاره التموين النهارده هي من اهم الوزارات الاستراتيجيه في الدوله. ركيزة الأمن القومي المصري هو الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية في مصر. السلع تبقى موجودة وجودة المنتج لهذه السلع. لما يكون ده موجود النهاردة، والوزارة هي اللي بتقدر النهاردة تجمع كل المضمون دوت. والنهاردة أنا عندي في مصر موجود والوزارة لمدة 6 شهور اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية. السلع الاستراتيجية السكر، الزيت، كل السلع الاستراتيجية موجودة. النهاردة أنا عندي اكتفاء ذاتي من كل شيء. طبعا عشان أفهم بس، لأنه ساعات يعني وأنا أعمل في النشرات الأخبار بيأتي خبر بيقول أنه عندي من المخزون ده 5 أشهر، عندي من المخزون ده 3 أشهر، عندي من ده 6 أشهر على الأقل. هو المفروض يكون إيه؟ يعني أي نوع ومتاح لمدة، أو يعني المخزون بتاعه لمدة كم شهر؟ اللي موجود من الأهم السلع اللي موجودة النهاردة زي السكر والزيت. السكر والزيت يا فندم موجودين عندنا، مخزون يكفي عندنا لمدة 6 شهور. ده اللي موجود النهاردة. النهاردة المواطن بيروح أي احتياج له، لما بيروح بيصرف السلع التموينية بتاعته، ما فيش النهاردة أي مواطن في مصر منذ الجائحة من 2 سنين راح صرف سلعة تموينية وقال إنها مش موجودة رغم الخسائر اللي سببتها الكورونا في مصر. ما حصلش الكلام ده، ومش موجود داخل جمهورية مصر العربية كلها. جميع السلع موجودة في فروع الجملة، السلع موجودة النهاردة فروع الجملة بتطلع في عند النهاردة. حضرتك بتحدث عن المنافذ التابعة لوزارة التموين. مش بنتكلم على القطاع الخاص. القطاع الخاص النهاردة خش حضرتك في أي مكان بيبيع سلع تموينية، كل السلع موجودة ومتوفرة، والسلع اللي موجودة ديت في متناول أي مستهلك النهاردة بيحتاجها. المستهلك لو المستهلك دوت قادر انه يشتري السلعه ديت، بشتري مثلا لحمه، في لحمه موجوده في سوق النهارده ب 150 و 160 جنيه موجوده. طيب انا داخلي مش في الحدود والامكانيات ديت، داخلي ان انا ادخل اجيب لحمه ب 90 جنيه وب 100 جنيه موجوده يا فندم، ولحمه بلدي الدوله بتوفرها. طب انا ما معيش وعايز اجيب لحمه اقل من كده، اللحمه السوداني موجوده، كيلو اللحمه السوداني في الجمعيه ب 80 جنيه، اللحوم موجود، الدواجن موجوده النهارده في المجمعات. بس لازم نقول ان الدواجن ارتفعت اسعارها يعني، والبيض ارتفعت اسعار يعني برضو عشان نكون منصفين. قد يوجد الشيء لكن سعره يؤهل البعض يعني، عشان كده بنحتاج لي بقى المبادرات المختلفه يعني تكافل وكرامه وغيرها لغير القادرين. حضرتك اللي انت بتتكلم فيه دوت ان كرتونه البيض النهارده لما قالوا ان هي وصلت 55 جنيه تمام، وصلت 60 كانت يعني ماشي. طب وصلت 60 جنيه، نزلنا بقينا 55، بقينا ب 50 جنيه. النهارده كرتونه البيض يا فندم موجوده في اي مكان، عند التاجر، عند اللي في السوق، عند البياع، في فروع الجمله، في اي حته ب 47 جنيه. البيض الاحمر كمان. طب البيض العادي اللي هو الابيض بكام النهارده؟ ب 40 جنيه. طب خليني هسال حضرتك بقى على الفرق بينهم، لان انا مش عارف
لانه انا سمعت ان ده مش فراخ بلدي وده فراخ بيضه لا. طيب بس عايز اروح الاول للبحث العلمي وبعدين ارجع لموضوع البيض والتوافر. اتفضل. البحث العلمي الحقيقه قد يوفر حلا جذريا لكل المشكلات الموجوده. كميات كبيره تنتج بتكنولوجيا عاليه باسعار في متناول الناس. عندنا مشكله اهو بنتكلم عنها مع الاستاذ كمال. دكتور محمد، البحث العلمي يمكن ان يوفر انتاجيه مختلفه وبالتالي الاسعار كمان هتبقى مختلفه. ايه يعني علاقه البحث العلمي والامن الغذائي والتمويل؟ اولا دعني ان اقسم ما قلته الى مجموعه من الاقسام. خبر. القسم الاولاني وهو البحث العلمي ده قاطره التقدم، ليس في الامن الغذائي فقط ولكن في اغلب المنتجات او اغلب المدخلات العمليه الاقتصاديه بصفه عامه او اغلب احتياجات اليوميه للمواطن سواء كان على مستوى المحلي او على المستوى الدولي. نعم. النهارده حضرتك كنت بتتكلم ايه؟ اسباب ارتفاع الاسعار في بعض الاشياء. النهارده اي حاجه لها مدخل عشان يبقى في مخرج، المدخل كلما ارتفع قيمه هذا المدخل كلما زادت قيمه المخرج النهائي. البيض حضرتك ده بيجي منين؟ بيجي من فرخه، الفرخه لها غذاء، الغذاء لما بيرتفع ثمن الغذاء بيرتفع قيمه استهلاك الفراخ من هذا الغذاء، فبالتالي يؤثر على المنتج النهائي في صوره نهائيه في ارتفاع قيمه البيض، بيأثر في صوره نهائيه على ارتفاع قيمه الفراخ نفسها، بيأثر في صوره نهائيه على هامش الربح الذي يحصل عليه تاجر الجمله او تاجر التجزئه او المنتج. طيب النهارده دور البحث العلمي ايه؟ دور البحث العلمي بنقسم الى شقين، شق مباشر وشق غير مباشر. الشق المباشر في البحث العلمي لو رجعت بحضرتك حته صغيره لورا كده هقول لحضرتك ان الامن الغذائي هو من ضمن الامن القومي او اساسيات الامن القومي. من لم يملك قوته لم يملك حق اتخاذ القرار. النهارده انت ما تجيش تحاسبني انا انتجت ايه ولا سويت ايه، ما تجيش تحاسبني انا اتصرفت ازاي وانا جائع. لابد ان توفر الامن الغذائي طبعا. وهنا الامن الغذائي في الامن الغذائي لفتره معينه الامنه حضرتك كنت بتسال عنها في البدايه هو ايه الامن الوقت اللازم لتحديد قيمه المخزون 6 شهور 3 شهور بناء على ايه بتتحدد؟ بناء على كيفيه على طريقه ووقت الحصول على هذه السلعه لتوفيرها للمواطن. يعني لو اذا احتجتها انا بدبرها في قد ايه؟ خلال قد ايه؟ ده هو ده بيسموه الامن الغذائي. النهارده لو انا بدبر مثلا اللحمه عشان تيجي تستورد هتاخد كام شيبنج؟ هتاخد كام حجز؟ هتاخد وقت طويل. فالوقت ده هو ده الامن الغذائي اللي يجب ان يكون موفر مع الاخذ في الاعتبار التغيرات اللي ممكن تطرق على هذه الحسابات. طب البحث العلمي ممكن يعمل ايه؟ يعني ممكن يعمل ايه؟ يعني انا عندي يعني انا قبل كده اشتغلت تقارير صحفيه حوالين مثلا انتاجيه القمح بالظبط، وانه ممكن نفس المساحه تديني بتكنولوجيا حاجه تانية خالص. هل ده هو اللي بيعمل البحث العلمي؟ حضرتك البحث العلمي زي ما قلت حضرتك بيأثر في موضوع الامن الغذائي في اتجاهين، الاتجاه الاولاني هو الاتجاه المباشر وهو كيفيه ايجاد فرص او وسائل لانتاج المطلوب بتكلفه اقل وبتكنولوجيا اعلى. حضرتك لما اتكلمنا على الزراعه مثلا على سبيل المثال للحصر، الزراعه النهارده زراعه الصوب ودي اللي توسع فيها السيد الرئيس وكان وجهه نظر القياده السياسيه. الجزء المباشر بتاع انتاج الصوب الانتاجيه بتاعته، هنا في فرق بين الانتاج والانتاجيه. الانتاجيه بتاعت الصوب بتعادل 4 مرات انتاجيه الزراعه العاديه. بتوفر اكثر من 50-60% من قيمه استهلاك الميه واستهلاك الفيدنج او التغذيه او السماد. بتديني رقابه بيولوجيه على هذه المنتجات، ان هذه المنتجات خاليه من الاشياء الضاره وخاليه من السموم او تعالج المبيدات وتعالج بيولوجيا. ليه؟ لان بيبقى فيها اشراف عليها كامل. ده من حيث وجهه النظر المباشره. طب غير المباشره ايه بقى؟ الاستثمار الامثل للامكانيات المتاحه في الانتاج الزراعي اللي بيؤدي الى حصول على قيمه انتاجيه عاليه. يعني النهارده لما اقول ان الفدان لما بيتزرع مثلا قمح بيديني عائد اجماليه ماديا 3000 جنيه مثلا. دي ارقام غير ثابته بس بضرب حضرتك بس. ولكن باستخدام البحث العلمي كيفيه استبدال زراعه هذا الفدان بمنتج يعود على الدخل القومي بانتاج ب 10000 جنيه، استبدل الانتاج اللي بيتزرع هنا اللي غير مطابق لمواصفات البيئه الموجوده او البيئه المحيطه بانتاج اخر مطابق لبيئه محيطه وغير مطابق في مكان ثاني، وازرع اللي عندي انا في مكان ثاني وهنا استفدت. انا دخلت 10000 كان ممكن ادخل 3، الفارق ده اقدر استورد بيه اللي انا احتياجاتي من اللي انا ما قدرتش ازرعه، وفي هذه الحاله انا عملت دخل مادي مناسب اقدر اغطي بيه الاحتياجات الامن الغذائي. الفجوه الغذائيه ده كانت موجوده. طيب اخد البحث العلمي بقى واعود الى التموين ومساله التجاره الداخليه. التجاره الداخليه هي ان انا بانتج داخليا واوزع داخليا ولا مفهومها ايه بالظبط؟ التجاره الداخليه اهم
قطاع اقتصادي موجود في الدولة هو قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين. التجارة الداخلية بتشمل كل شيء النهاردة موجود في الدولة يا فندم. احنا النهاردة يعني في عندنا نمو اقتصادي، في النهارده يعني في تنميه، في مشروعات طبعا، تنميه المشروعات، في حاجات كتيره جدا التجاره الداخليه شغاله فيها. النهارده في حضرتك سلاسل الامداد اللي كانت بتيجي لنا من بره ديت، في النهارده كمان يعني مشاريع كتيره بتتم في الدوله من خلال جهاز التجاره الداخليه. يعني حضرتك النهارده التطوير اللي تم في الصوامع، النهاردة الوزارة والتجارة الداخلية كانت شون، الشون ديت كانت الهدر كان كبير قوي، ده هدر كان كبير. النهاردة وفرنا بسبب الهدر اللي كان موجود دوت اللي بيجي من عند الفلاح، العربيات المكشوفة، القمح ده بيخش الشونة. بس ده بحث علمي يعني ده مسألة الصوامع دي احنا رجعنا للبحث العلمي. ده أنا بقول أما عن التجارة الداخلية الوصول إلى المواطن في أماكنه بأسعار مناسبة، بأسعار النهاردة في السيارات المتنقلة، في حضرتك النهاردة منافذ البيع اللي بتغطي مصر كلها، ده شغل التجارة الداخلية. التجارة الداخلية النهاردة الغش التجاري، نتكلم عن الغش التجاري، بنتكلم عن السلع. النهاردة لما في سلعة بتبقى موجودة في السوق وسعر السلعة ده بيزيد أو بيعلى، النهاردة عندي أنا المخزون اللي موجود عندي يكفيني إن أنا أنزل وأشوف السوق دوت، ليه الأسعار ديت بتزيد وبتعلى؟ التجارة الداخلية النهاردة يعني مجالها في كل حاجة، يعني حضرتك في السوق، في الاقتصاد، في التعاملات، في السلع، في أي حاجة النهاردة يعني إحنا طبعا مهم يعني في كل الأشياء. طيب أنا عايز أعود بالنقطة دي للدكتور محمد. البحث العلمي حينما يكون ليس في زيادة الإنتاجية لكن في تقليل نسب الفاقد والهالك، وزي الصوامع وكانت مثال مهم للغاية، لأنه أنا أعلم أنه كان مقدار الهدر مرعب في القمح والرطوبة وغيره والتخزين، ده كان قصة والحشرات. أما اتعملت الصوامع اللي اتعملت ديت وفرت للدولة 4 مليار جنيه، 4 مليار جنيه، رقم رهيب طبعا. متهيألي نسبة الفائدة كانت بتوصل ل 30% أو أكتر ساعات، مش كده؟ ده كان دور كبير للبحث العلمي. زي ما قلت لحضرتك البحث العلمي بيتدخل في حاجتين، البحث العلمي إما بيحل مشكلة قائمة أو بيفكر في مشكلة مستقبلية قد تحدث وحاول برضو يحلها أو يضع لها حلول. إيه اللي عمله في حياتنا حتى الآن البحث العلمي، وإيه المتوقع إنه يعمله؟ اللي عمله في اي مجال، بالذات في المجال الزراعي زي احنا بنتكلم النهارده، مجال طبعا تكنولوجيا الزراعه، في مجال تكنولوجيا الزراعه ازاي قدر يعالج التصحر وبعض الاراضي التي كانت بها مشاكل في التصحر. أيوة. نسبه املاح عاليه، ابتدى يبدا منتجات اللي هي الانتسلت او ضد الملوحه، فابتدينا نزرع على اراضي مالحه او غير صالحه للزراعه قبل كده عن طريق الابحاث العلميه. ابتدينا نستخدم مياه البحر في زراعة القمح زي مينا 1 ومينا 2 وحاجات زي كده، أنواع معينة من القمح بتدي إنتاجية أعلى. ابتدينا نعمل تصنيف من خلال البحث العلمي عن طريق الهندسة الوراثية وغيرها في كيفية تلائم أو ملائمة المنتجات الزراعية مع البيئة المحيطة ومع المدخلات الإنتاج زي المية والتربة والجو والتغيرات المناخية. حضرتك الصوب اللي اتعملت جديدة دي، الصوب احنا داخلين حضرتك على تغير مناخي، يمكن مصر لديها جزء آمن جدا، وجهة نظرة مستقبلية للقيادة السياسية انها تضع الصوب. في الفترة اللي فاتت السيد رئيس سافر اكتر من بلده وراح اكتر من مكان عشان يعمل الصوب. النهارده حضرتك لو مشيت على طريق وادي النطرون او على طريق فايد او الحتت دي هتلاقي كم كبير جدا جدا من الصوب، هتلاقي القوات المسلحه والشركات. احنا بنتكلم على مشروع مليون ونصف المليون، مليون ونصف فدان، لا ولسه حضرتك الدلتا الجديده 2 مليون ونص كمان، 2 مليون فدان تاني جايين. دي كله من خلال الابحاث العلميه. اولا انا من خلال البحث العلمي بقدر اقلل كمية مدخلات العملية الإنتاجية، أزود القيمة الإنتاجية أو المنتج النهائي في قيمته، أحافظ على مستوى الأمان والحماية للعنصر البشري اللي هو المستهلك النهائي ليه عن طريق عدم إدخال مخصبات زراعية كيماوية، عن طريق عدم عمل أي أشياء تضر بالعنصر البشري. وده كله بيجي بطريق غير مباشر أيضا على توفير ما ينفق على الصحة. النهارده حضرتك لما يبقى فيه مواطن بياخد منتج سيء فيجي له مرض فبيتعالج، فده تكلفة على الدولة. فهنا البحث العلمي عمل بطريق مباشر إن هو توفير إنتاج جيد
لتغطية الأمن الغذائي وفي نفس الوقت توفير مبلغ أو مبالغ تصرف على الصحة لمعالجة المرضى من جراء. ما هي لازم النظرة تبقى شاملة من فوق كده عمومية. البحث العلمي بيعمل حاجات كتير خالص في توفير. حضرتك بتتكلم على التجارة الخارجية، التجارة الخارجية عبارة عن إيه؟ التجارة الداخلية عبارة عن إيه؟ عبارة عن مبادلة السلع ما بين المنتج والمستهلك وتاجر الجملة وتاجر نص الجملة وتاجر التجزئة. النهاردة لما بيقدر البحث العلمي في كيفية تغليف المنتج، في كيفية نقل المنتج، في كيفية وضع أسس معينة للكلاسيفيكيشن أو للفرز بتاع المنتج، أنا بوصل المنتج للمستهلك النهائي بسعر يتناسب معه وبقلل تكلفة نقل هذا المنتج أو تكلفة تخزين هذا المنتج أو تكلفة تغليف هذا المنتج وهكذا. طيب نعود للتجارة الداخلية. أنا عارف أن حضرتك عايز تقول حاجة بس أنا كمان عندي سؤال. تفضلوا. بس هرجع للقمح لأن القمح ده موضوع يهم مصر كلها. طب. يعني حضرتك النهاردة رغيف العيش هو القمح. اللي حصل بالنسبة للقمح يعني وهرجع برضو لحضرتك زي أنا قلت لحضرتك، النهاردة إحنا طورنا 164 شونة ترابية اتحولت لشون حديثة. كان نسبة الفائد في الشون الترابية دي تراب العصافير كل الهالك دواء كان نسبة الفائد 1.8 مليون طن. الوزارة استطاعت هنا بقى الفاقد والهالك اللي حضرتك اللي بنتكلم عليه وده أهم حاجة، الوزارة استطاعت إنها تخزن 3.4 مليون طن قمح دون فاقد. ويعني طبعا سيادة الوزير دايما بيأكد إن هناك في خطة إن احنا هنوصل إن شاء الله لتخزين 5 مليون طن قمح خلال الثلاث سنوات اللي جايين. يعني هزيد 1,600,000 طن. طب أنا عايز أسأل حضرتك حاجة كمان بقى، ولدينا اكتفاء ذاتي من القمح في مصر دلوقتي حاليا، يعني دي من أجمل الأخبار اللي احنا دايما بنقولها. لا ثواني، اكتفاء ذاتي؟ لا احنا لسه ما وصلناش لاكتفاء ذاتي. خم أنا هكمل. 50% عندنا اكتفاء ذاتي من القمح. احنا بنستورد القمح لكن عندنا طبعا يا فندم انا 50% اكتفاء ذاتي. طيب ده كويس قوي. خليني اسالك بقى على مساله التجاره الداخليه وكيفيه تنظيم المنافسه، لانه القطاع الخاص ايضا هو ربما يصل الى ناس بكفاءه او بيسر اكثر لانه بيعتمد على تجار التجزئه اللي هم موجودين، اللي هم الناس الموجوده في الشعب يعني الموجودين في اي حته. عشان احافظ بقى على المنافسه وامنع الاحتكارات واعمل ده، دور الوزاره ايه هنا؟ دور الوزاره هنا المنتج اللي موجود، جوده المنتج وسعر المنتج. الوزاره بتخش في منافسه مع القطاع الخاص. النهارده القطاع الخاص اي شركه النهارده بتعرض لي اي سلع ايا كانت هذه السلع، المنافسه حضرتك النهارده تبقى موجوده ازاي بين سلع وبين الثانيه؟ السلع ديت موجوده زي مثلا انا بشتري برطمان مربى مكتوب عليه 20 جنيه، القطاع الخاص ده بيعمله، الوزاره ليها شركات بتنتج نفس المنتج دوت موجود. لما يكون نفس المنتج دوت برطمان المربى دوت ب 18 جنيه ونفس الحجم ونفس الجودة بل القيمة الغذائية أعلى كمان، هشتري طبعا من اللي بتنتجه الدولة. فالقطاع الخاص هنا بيخش في منافسة، يعني الحكومة بتخش في منافسة مع القطاع الخاص. منافسة عادلة، أعتقد أنها منافسة تشجيعية للصناعة. تشجيعية، ولازم في الآخر أقول إنها لصالح المواطن، لازم في الآخر تصب على المواطن. المواطن بيبقى محتاج السلع، والمواطن يعني النهاردة في احتياج إن هو لما ينزل يشتري السلعة بتاعته يلاقوها متوفرة وموجودة. زي النهاردة حضرتك كده رغيف العيش، يعني النهاردة عندي في مصر في 30,000 مخبز في مصر بينتج رغيف العيش المدعم. ما هي السلعة يا فندم، دي السلعة 30,000 رغيف، 30,000 مصنع عفوا، 30,000 مخبز بينتج رغيف العيش. كل يوم الصبح الدولة بتطلع 275 مليون رغيف خبز. يعني بمعدل اكتر من رغيفين ونص لكل مواطن تقريبا. المواطن يعني له 5 رغيف. بس انا بتكلم اذا يعني ده بالنسبه اذا قسم ناهيك عن بقى العيش اللي هو غير المدعم اللي هو ناس كتير برضو بتستخدمه. بالتأكيد. يعني بالتاكيد الدعم النهارده لرغيف الخبز قد ايه؟ 45 مليار جنيه دعم رغيف الخبز ده العيش بس. مهم. بعدنا بقى لسه ما قلناش بقى السلع التمويليه يعني والكلام ده السلع. النهارده الفرد له 50 جنيه على بطاقه الدعم،
يعني النهاردة الدعم في وزارة التموين بتدفع دعم لرغيف الخبز وللسلع المدعمة أكتر من 87 مليار جنيه دعم الدولة بتتحمله. ما هو جزء جزء من دور الدولة الاجتماعي على الأقل. طيب أنا بس قبل ما يعني نذهب بعيدا عايز أسأل دكتور محمد أيضا عن دور البحث العلمي في المجتمع أو في القطاع الخاص وفي يعني جهة الدولة. زمان رغم أنه كان البحث العلمي أساسا في الدولة لكن كان القطاع الخاص أكثر استفادة منه، النهاردة بيلعب دور إيه؟ متوازي ولا عامل إزاي؟ وحضرتك البحث العلمي بيوجه لخدمة العملية البحثية كلها بصرف النظر عن من المستخدم سواء كان قطاع خاص أو كانت الدولة. دايما أبدا بصب أني أنا بقدم مقترح أو بقدم وسيلة لتعظيم القيمة المضافة. من يستفيد منه أكتر يا دكتور من متابعتك؟ الكل بيستفيد منه سواء كان قطاع خاص أو منصفة تانية. لا ما هيش العملية ما هيش تقسيم، يعني هو عملية من يبحث إلى البحث العلمي أو من يتجه إلى البحث العلمي ويحاول الاستفادة منه هو حق استفادة أكبر. ولكن من لن يتجه للبحث العلمي أكيد مش هيستفاد منه. حضرتك النهاردة القطاع الخاص بيستفاد من البحث العلمي فعلا بنسبة كبيرة جدا. ليه؟ لأن هو بيشجع الأبحاث العلمية واستفاد بيها. حضرتك في سيارة كهربائية بتنتج النهاردة سوف تنتج بالتعاون ما بين القطاع الخاص وبين الإي 70 ما بين القطاع الخاص وبين إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى الشركات التابعة للدولة. في منتجات كثيرة خالص خاصة بنتاج البحث العلمي وخاصة في كليات الهندسة وفي كليات الزراعة وفي كليات كثيرة جدا في أبحاث علمية موجودة لو تم استخدامها استخدام الأمثل صدقني هتفرق كتير خالص. أنا لسه من كام يوم كنت كاتب مداخلة مع أحد المسؤولين كان بيطالب أن المصانع اللي بتنتج الأعلاف تورد 55% إجباري للمزارع المصري وما تصدرش الباقي، وبيقول أن إزاي المنتج المصري يصدر أكتر مما يعطي للسوق الداخلي. قلت له حضرتك أنت بدل ما تقول ده أنت شجع الصناعة، بالتالي أنا هتشجع التصدير، هتدخل عملة صعبة أكتر، فبالتالي كلما زاد الإنتاج كلما زاد تغطية الاحتياجات المحلية وفي نفس الوقت زاد الاستيراد زاد التصدير فبيزود العملة الصعبة اللي هي داخلة. دي من ضمن الأبحاث العلمية التي يجب أن تستخدم. أنا مش عايز أنظر للموضوع كنظرة ضيقة، لا أنا عايز أنظر الموضوع الدولة دي كتلة واحدة كل الوزارات تشتغل المفروض في اتجاه واحد طبقا لمدخلات الأداء المتوازن. مدخلات الأداء المتوازن بتشتغل على أساس إيه؟ على أساس الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة بما يحقق أفضل النتائج بأقل التكاليف. طيب خليني أسأل أستاذ كمال حجم الاستفادة من دور البحث العلمي في التجارة. ما فيش أي دور أو كيان في الدولة يقدر يتحرك بدون البحث العلمي. البحث العلمي بيخش في كل الصناعات. البحث العلمي ركيزة مهمة جدا النهاردة في كل شيء موجود في الدولة، في صناعة الدواء، في الأمراض، في العلاجات، في حضرتك المنتجات اللي احنا اللي بتنتجها الدولة، في كل حاجة البحث العلمي متواجد. طبعا يعني له دور مهم جدا وفعال البحث العلمي في كل شيء يعني. والوزارة طبعا عندنا بتستعين برجال البحث العلمي في مصر بأساتذة الجامعات بالمخترعين بالباحثين. يعني برضو أما بتبقى البحث العلمي موجود النهاردة أنت بتقدر حضرتك توصل لمنتج جيد، والمنتج دوت الناس لما تاخده او يعني حضرتك او يعني سواء كان اكل او شرب بتقدر الناس النهارده تستفيد منه. ليه؟ لان النهارده بشعر وبحس ان المنتج دوت ذو قيمه وفي فايده. هو ده الهدف، وهو ده نموذج التعاون المفترض، وانه يعني المستهدف انه يزيد. انا عايز اشكر حضراتكم جدا في نهايه هذا اللقاء والوقت مره سريعا لكننا استفدنا كثيرا من وجود حضراتكم. الاستاذ كمال جابر مدير عام التموين والتجاره الداخليه وزاره التموين، ودكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، شرفتوني. شكرا جزيلا وصباح الفل. شكرا لحضرتك فندم، متشكرين. شكرا كل التحيه. شكرا.